هذه هي الكلمات التي شرح بها الألماني فريدريك نيتشه العصر الحديث، ولادة الإنسان المتمرد الذي يرفض الأعراف والتقاليد والدين. لا ندري إن كان يشجع على هذا أم كان مجرد تنبؤ، لكنه عرف أن الحرية المطلقة للإنسان أمر لم يحصل مطلقا من قبل، وأن كل المفاهيم والنظم ستتغير مع تغير الإنسان. لذلك اختار الأوبرمنش أو الرجل الخارق ليكون المنقذ للمصائب التي ستحصل، وليحل محل كل المفاهيم التي ستنقرض. في الحرب العالمية الأولى كان كتابه هكذا تكلم زرادشت يوزع على الجنود الألمان. قال الأناركيون على أنه أحد أكبر المتحدثين على لسانهم، وقال هتلر والفاشيون على أنه الأب الروحي للرجل الآري الجديد. إيديولوجيات متناقضة تدعي على أن نيتشه كان واحدا منهم، كل يؤوله حسب ما تقتضيه مصلحته. ما الذي جعل نيتشه مؤثرا بهذا الشكل؟ لا يمكن أن نبين كل شيء عن فريدريك نيتشه في فيديو قصير، لكن اليوم سنتكلم عن نظرته للميتافيزيقا ومحاولته إعادة تعريفها. في البداية يجب أن نشرح الميتافيزيقا لكي تتضح الأمور أكثر. الكلمة أصلها إغريقي وتعني ما وراء الطبيعة أو ما وراء العالم الفيزيائي، والهدف من بحث هذا المجال هو محاولة فهم طبيعة الكون والقوانين التي تسيرها، لأن ما نلاحظه بالعين المجردة من ظواهر في الطبيعة لا تفسر الكثير من الأمور، وفضول الإنسان يدفعه إلى الاعتقاد بوجود قوى أخرى لا يمكن فهمها بالطرق الاعتيادية. ما قبل اليونانيين كانت هناك تفسيرات مختلفة لهذه الظواهر، والتي شملت غضب الآلهة والميثولوجيات المختلفة في معظم الشعوب، لكن ما يميز عصر اليونان أنهم أول من حاول وضع تفسيرات منطقية للأحداث. اليونانيون الأوائل طرحوا بعض الأسئلة الأساسية والتي ما زلنا لا نجد أجوبة شافية لها. ما هو جوهر الحياة؟ لماذا تتغير الأشياء باستمرار؟ ما هي الحقيقة؟ لم يجد اليونانيون ما يكفي من إجابات من المراقبة المجردة للطبيعة. لابد من وجود أساسات لكل هذه القوانين التي تسيرها، وأن هناك مصدر معين يولد كل شيء. حسب رأيهم فإن هناك عالم ميتافيزيقي يقع ما وراء عالمنا المادي. هذا العالم لا يمكن أن نراه بل نشعر به. كل شيء له بداية، وبداية هذا الوجود هو العالم الميتافيزيقي. هذا ما اعتقدوا. كل هذه الفرضيات أدت إلى وضع نظرية العالمين، والتي كما وضحت الزعم بوجود واقعين، واقع مادي وآخر ميتافيزيقي. أناكسيماندر هو مفكر عاش في أيونيا قبل زمن سقراط، قال أن العالم الميتافيزيقي هو لا نهائي، كل شيء مادي يأتي منه وكل من يموت يعود إليه. ما بعد أناكسيماندر بقرن ونصف جاء أفلاطون وأضاف تعديلاته الخاصة حين أدعى أن الوجود يتألف من عالم مادي مشوه وعالم مثالي وهو الحقيقي والذي يقع ما بعد السماوات، ومنه نستمد الوعي. عرفت نظريته بنظرية المثل. فريدريك نيتشه شكك في هذه النظريات، حيث قال أن لا شيء مألوف في هذا العالم الميتافيزيقي، لا يمكن الوصول إليه ولا يمكن إدراكه، هو مختلف وقد يكون هذا الاختلاف أمرا سيئا. على الرغم من ذكر الميتافيزيقا في معظم أعماله إلا أنه اعتقد أنه هراء لا سبيل إلى إدراكه، فكيف لنا أن نفكر به، وخاصة ما ذكره أفلاطون أبعد من السماوات. واستغرب نيتشه كثيرا في هذا الخصوص، كيف يمكن للأكاديميين والعلماء أن يصدقوا بهذه الأفكار البالية في العصر الحديث؟ حينها أدرك أن السؤال الحقيقي هو ليس حول جوهر الميتافيزيقا بل في علم النفس الذي أوجد هذه الفكرة في عقول الناس. استنتج أن الفكرة ليست منطقية بتاتا بل متأتية من الخوف. أكثر ما كان يركز عليه نيتشه إقناع قرائه بخرافة الميتافيزيقا وأن العالم الحقيقي هو العالم المادي. ابقوا على الأرض ولا تصدقوا بمن يتكلم عن آمال من خارج هذا العالم. لكن ما الذي دفع نيتشه لنبذ الأمل والتوجه إلى المادية بهذا الشكل؟ عبر القرون ومن خلال الكثير من الكتابات في مجال ما وراء الطبيعة، انتقص المفكرون والفلاسفة كثيرا من قيمة العالم الواقعي الذي نعيش فيه، وما كان يتكلمون عنه أن الوجود الميتافيزيقي هو أصل الوجود المادي، أي من الناحية النظرية العالم الميتافيزيقي موجود حتى لو لم يوجد العالم المادي. وبذلك كانت القناعة بأن البعد الآخر أعلى وأكثر أهمية من عالمنا، ومن هذا المنطلق كان الفلاسفة القدماء يحكمون على الأشياء خيرها وشرها بناء على هذه الفرضية. العالم الميتافيزيقي هو الخير والعالم المادي هو الشر. هذا ما كتبه أناكسيماندر واتبعه البقية. كل شيء إيجابي من جمال وكمال وحقيقة وخير كله في ذلك العالم،
بينما العالم المادي هو مشوه وانعكاس سيء للعالم المثالي. هنا كان السؤال نيتشه: لماذا هذا الازدراء لعالمنا الذي نعيش فيه؟ والحب لعالم لا نعرف وجوده من عدمه. ما يميز العالم الميتافيزيقي هو السرمدية والاستقرار، أي لا شيء يتغير فيه، بينما العالم المادي هو دائما في حركة وفي تغيير مستمر، كل شيء يبدأ ومن ثم يموت. لكن أيضا يعود نيتشه ليسأل: لماذا الاستقرار جيد ولماذا التغيير سيء؟ حسب نيتشه، فإن العامل النفسي الذي يصاحب التغيير هو المعاناة والحرمان وفقدان الأشياء العزيزة والنهاية الحزينة الموت. وبذلك حسب رأيه، فإن الفلاسفة اخترعوا هذا العالم الوهمي الميتافيزيقا ليكون ملاذا نفسيا للهروب من واقع المعاناة والحزن، حيث قال: الإنسان يسعى للحقيقة، هذه الحقيقة هي عكس الخداع، هذه الحقيقة هي الواقع الذي لا حزن ولا معاناة فيه. نيتشه كان من أوائل الذين وضحوا هذا العامل النفسي، حيث أسماه الحاجة الميتافيزيقية للاستقرار. تأليف قصص حول عالم غير عالمنا وهذا لا معنى له بتاتا يأتي من طباع فينا مثل الافتراء والانتقاص والشك. نحن ننتقم من الحياة بتأليف أوهام حول حياة أفضل. وصف نيتشه المؤمنين بفكرة العالم الآخر بالضعفاء والجبناء، فبدل الآمال والأحلام الوردية يقول نيتشه أن نكون واقعيين وأن نواجه متاعبنا ومخاوفنا وأن نمتلك الشجاعة والقوة. اتهم أفلاطون بالجبن لأنه لم يواجه الحقيقة، بل كان يهرب دائما إلى اليوتوبيا في مخيلته. كان نيتشه يعتقد أن هناك عامل الضعف في أغلب البشر، وهو ما يدفعهم إلى الاعتقاد بوجود مهرب من مخاوفهم، هم بحاجة إلى كذبة لكي لا ينهاروا. وعلى عكس أفلاطون، كال بالمديح والثناء كثيرا على فيلسوف يوناني آخر هو هيراكليتوس، الذي لم يؤمن بالعالم الخفي أو ما وراء الطبيعة، بل فقط العالم المادي.